أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في مزاد يوم الأربعاء بقيمة 102.26 مليون دولار مقارنة بمبيعات مزاد يوم الثلاثاء البالغة 103.87 مليون دولار بتراجع قيمته 1.61 مليون دولار. وبلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار وفق البنك المركزي في المزاد المنعقد بمشاركة 20 مصرفا. وأوضح البنك أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 101.66 مليون دولار فيما بلغ إجمالي النقد المباع 600 ألف دولار. اختتم المؤشر العام لبورصة العراق تداولات يوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.12% عند مستوى 492.88 نقطة، فاقدا نحو 0.58 نقطة. وتم التداول على أسهم 28 شركة، ارتفعت منها أسهم 6 شركات وانخفضت أسهم 6 شركات أخرى، بينما استقرت أسهم 16 شركة. وبلغ عدد الأسهم المشترى من المستثمرين غير العراقيين نحو 84.544 مليون سهم بقيمة 58.293 مليون دينار من خلال 37 صفقة على أسهم 4 شركات. كما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين الأجانب بلغ 4660 مليون سهم بقيمة 36.878 مليون دينار. وفي إطار استمرار العمليات تهريب النفط في العراق، أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط عن إلقائها القبض على سيارتين لتهريب المشتقات النفطية إلى البصرة. هذا وذكرت المديرية أنه تم ضبط عجلتين محملتين بالنفط متوجهتين من بغداد إلى محافظة البصرة، مضيفة أنه لم تكن بحوزة السائقين الوثائق الرسمية الممنوحة والمطلوبة من غرفة عمليات النفط والطاقة، وأكدت أنه تم تسليمها إلى مركز شرطة نفط جنوب بغداد لاستكمال التحقيق وإحالتهما إلى القضاء ليحاسبوا وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته. هذا وأفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن العراق ونيجيريا أخلا بالأحرى بالاتفاق النفطي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وذكر التقرير أن السعودية تواصل لعب الدور المحوري في خفض الإنتاج، حيث خفضت إنتاجها إلى 9.074 ملايين برميل يوميا في نيسان، فيما سجلت الكويت والإمارات العربية المتحدة معدلات التزام بنسبة 132.112% على التوالي، في حين لم يلتزم العراق ونيجيريا بهذا الاتفاق. اتفقت الحكومة في العراق ونظيرتها العمانية على فتح خط جوي بين البلدين وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والدبلوماسيين. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا وزير الخارجية العماني يوسف بن عبد الله بن علوي بزيارة للعراق، وهي الزيارة الأولى بعد عدة سنوات من انقطاع التواصل بين العراق وعمان. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.